هلا الأدلة كلها ضدك، وبوجود شهود مثل عمران وعرفان اعترفوا عليك فوضعنا صعب. أنا قاعد هون عم اتبهدل وأعدائي عم يسرحوا ويمرحوا. أنا رح أعمل كل جهدي. إذا بدي استنى جهدك بعد 20 سنة بالسجن. أنا بمعرفتي بدي حل الموضوع. ما مشكلة. شوف. رح يبدأ الدوري هذا الأسبوع. أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. جائحة تتصدر الأخبار العالمية. حتى التلفزيون صار بملي. المشروع السكني رح بيعه. في زبون دافع سعر منيح، بكرة رح شوفه ونحكي بالتفاصيل أنا وياه. وليش بدك تبيعي؟ أمي شو صاير لك؟ ليش ما عم تخبريني؟ قالوا نعم. راكان اسمع، إذا أمك جنبك لا تخليها تحس عليك. إلي شوفي راكان، لازم شوفك وأحكي معك بموضوع مستعجل ومهم. أنا ما بقدر أمن بحدا تاني غيرك. ما تخلي أمك تدرى بشي وتاعى بكرة لهون. مين هاد؟ رفيقي، ما في شي. ابني كيف وضعك؟ شوفت عينك. أمك عرفت يا ترى إنك جاي لعند أبوك؟ لا، شو المطلوب؟ في عندي مشكلة ما بدي حدا غيرك يحلها. عن جد؟ شو صار؟ زلمك كلهم صاروا بالسجن؟ وما ضل حدا ينظف من وراك؟ ولهيك بعدت وراي؟ لأنه أنت ابني الوحيد، أنا بعدت وراك. يعني طلعت بتعرف شو معنى كلمة أبوة، مو هيك؟ كرمال أكبر بعيونك دمرت حالي وما خليت ذنب. عملت كل شي لحتى تضمني ولو مرة واحدة، بس ما قدرت نال إعجابك. بس لأني ما بشبهك ولأني عم أشحت حبك صرت تعاملني بنفور وكره. لهيك أنا حكمت على وجودك بالموت، شلتك من قلبي وفكري وعاطفتي، وما بسمح لك تأمرني بشي بعد هلأ. أنا ابني يلي بحبه ما بيقعد بيبكي وينوح مثل الندبات، وما بيوقع دغري على الأرض من كف واحد. ابني أنا بيوقف وبيكمل طريقه. قوم يلا قوم ركان، فزع حيلك. شو بدك مني؟ يلي بدي اياه تعطي عرفان درس ما ينسى كل عمره. هيك لكن. طيب ماشي ماشي. عرفان ما راح لعند النائب العام. شو؟ كيف يعني ما راح؟ ما قدم إفادته ولا اعترف بشي. شو هالحكي هاد؟ ابنه بين ايدينا، انت شو عم تحكي؟ ما عمل شي سليمان بيك. ماشي فورا ركان بيك. شوفي. الو بابا، شو قدم إفادته؟ لا ما قدم إفادته ولا اجا، يعني ما استفدنا شي. شو يعني ما اجا؟ يعني ما فيني اطلع من هون.
عرفان لو نفذ كلامه كنت طلعت. وأنا شو بدي أعمل بالصغير؟ اسمح لنا شوي بس. أنا ما قلت لك خلص على الولد إذا عرفان ما عمل مثل ما بدنا؟ قلت لي وهددته بحياة ابنه. معناها عمل المطلوب. بابا أنا بعرف شو المطلوب بس هذا ولد. أبوك وين؟ ما بده ينقذك؟ هلأ بيجي وشوف. بيجي الله ينتقم من أبوك وينتقم من أبي أنا كمان. ما تحكي هيك عنه، أنا بحبه. دير وشك، ديره، تعال هون، يلا تعال تعال وقف. ما قدرت، ما طاوعني قلبي اقتل الولد. ماني متفاجئ بس هيك؟ ما راح تبهدلني؟ ما رح تضرب يعني؟ ما بدك تبهدلني؟ قول 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 اني فاشل وما بنفع لشي، اني واحد جبان وما بنفع لشي. ليش ما عم تحكي؟ احكي احكي شي. ضرب اذا بدك، ضرب ضرب بس اعمل اي شي، ما تسكت. ضرب، انا بستاهل انضرب. ضرب بابا، فش خلقك فيني بابا. قلي اني غبي وجبان، قلي اني فاشل. ليش ما عم تضربني؟ ليش ما عم تقلي انه مانك زلمه؟ ما فيني اعتمد عليك بشي. ليش ما عم تضرب انت؟ هيك عم تعذبني. ليش ما عم تضرب انت؟ هيك عم تعذبني. شو اعمل؟ قلي بابا. ليش عطول انا فاشل بكل شي؟ بابا انا ليش ما طلعت مثلك؟ بابا انا ليش ما قدرت كون مثلك؟ شو اعمل بحالي؟ موت حالي ركان، موت حالي لحتى ارتاح ركان. بدي موت حالي وارتاح منك ومن العيشة بابا. كله تمام، ما في شي. روم معلش ابني، اهدى. طلع فيني، اهدى يا ابني. خلص لا تبكي، لا تعمل هيك بحالك. عم تسمعني؟ ما في حل تاني برأيك؟ لو في ما كنت كلفتك تعمل هيك. فكرت عرفان رح يعترف لأنه بيخاف كتير ومستعد يعمل أي شيء كرمال ابنه. خلص انت اهدى وروق هلأ. تعال خلينا نقعد ونحكي. عود هون لشوف. يلا تعال. لو كنت مكاني بتعملها؟ يعني لو جدي طلب هالشي؟ ايه بعملها، وبدون ما يرف لي جفن.
كنت بعمل أي شيء حتى ما يقول عني فاشل منشان اكسب ثقته. ما هيك كنت رح أحقد عليه كتير بعدين لأنه خلاني أتورط بذنب كبير. بس هون العبرة. يعني عرفان قد ما سوى وعمل، طالما ما قرب على حياتي أو قرر إنه يقتلني فمستحيل أقرب من ابنه أبدا. أنت سويت الشي صحيح. صار لي كم يوم بالسجن ما غمضت عيني وحاسس اليوم عم يمرق مثل السنة، وكل الوقت قاعد وعم فكر. لا أمك إجت لعندي ولا قايلة حتى فاتت من هذا الباب. يعني أبوك بلش يفكر بعد ما فات بيومين على السجن إنه قضى كل عمره على الفاضي. مين ضل معي؟ الوحيد اللي إجا هو أنت. ابنك اللي بتكرهه. ما حبيته. كلمة كره كبيرة بس ما حبيته أفضل. بدك أكذب عليك وأقول لك إنك مثلي؟ أقول لك برافو عليك يا ابني وأنت جبان وضعيف؟ ما؟ ليش مين بيحب هالصفات؟ أنا عم حاكيك من تجربتي ومن الشيء اللي عشته يا راكان. برأيك في إنسان بيحب إنه يشوف الشخص يلي بيحبه عاجز وضعيف؟ ليكك أنت وحد وعاجز هلأ، بس أنا كل يوم عم زورك. وين رجالك اللي دفعت لهم ملايين؟ ولا وين مرتك اللي ضليت أنت وياها 35 سنة؟ ولا وين عشيقتك اللي تخليت عن عيلتك ومرتك وابنك كرمالة بابا؟ ما حدا إجا غيرك. ولهيك هلأ شوف الوش المنيح من القصة. هذا درس مهم بحياتك ركان، ولازم تطلع بنتيجة من اللي صار. نتيجة شو؟ انت لازم تعمل قلعة ما حدا بيقدر يهدها، ولازم تصير جبل ما حدا بيقدر يوصل له أبدا. ولحتى ما نوقع من جديد يلزمنا قوة وسلطة معارف، وأهم شغلة تلزمنا المصاري. بس قبل أنا لازم أطلع من هون وبأقرب فرصة. رح دور على حل ورح طالعك من هون بطمن. كان مزعوج كثير بس يشوفك رح يفرح. كنت رح اتصل فيكي مشان تيجي تزوري. حضرتك بتعرف الموضوع ما كان سهل بالنسبة إلي فحبيت اتأنى، بس بدي اسألك سؤال، يعني يا ريت تجاوبني بصراحة وما تقول له إني سألتك. قديش في احتمال يطلع؟ نحن عم نحاول جهدنا بس الوضع صعب. أقل شيء رح يضل 12 سنة. مفهوم. تفضلي آيلة خانم، أنا شوي وبيجي. حبي وشوقي مع غضبي وزعلي منك عم يتصارعوا جواتي. يمكن لو زعلي منك انتهى كنت اكيد فكرت اشي قبل هيك. بفهم انه انتهى؟ ما انتهى وما بظن رح ينتهي، مشان هيك اجيت. كيفك؟ بالعادة لما الناس تضطر تهجر بيتها فالبيت بيفقد أصحابه وبيحس بالغياب، حتى السطح بيحزن، بيكبر العليق وبيمد على الحيطان وبيفوت التلج من الشباك والبيت كله بينهار.
وهذا اللي عم عيشه بهالمكان. لعلي عم يغلف روحي، ولما تخطري انتي على بالي بصير منيح. واحيانا بحس السطح رح يوقع وبقعد فكر بالسبب يلي وصلني لهون وبصير اقوى. بتعرفي ليش؟ لانه كل اللي صار خلاني صلب، مثل الباطون ومثل الفولاذ. البناية صارت اصلب واقوى، وقبل ما انتقم من اللي وصلوني لهون وحاسب كل اللي عادوني ما رح اوقع، رح اصمد. سليمان، انت وصلت حالك لهون بايدك، معقول ما خطر لك ولا مرة انك ممكن تفوت على السجن لما كنت تهرب اسلحة؟ السبب الاول والاخير يلي خلاني اوصل على الحبس هو انت يا آيلة. سليمان، حاجة تخدع حالك بقى. انا وياك كنا منعرف شو نهاية الطريق يلي مشيناه. المصايب يلي وقعتيني فيها كتيرة ولسه ما حاسبتك عليها. انا يلي وقعتك بالمصايب برأيك؟ ها؟ كيف انا يلي تحملت الأذية لأكتر حدا بيهمني بهالحياة، لأختي يلي دمرت مستقبلها؟ كيف انا رجعت من الموت مرتين ومرتك حاولت تقتلني وقتلتني بكبريائي وقت سمعتني أوسخ كلام ممكن ينسمع؟ نحن الاثنين دفعنا من عمرنا ثمن غالي، وإذا أنا حرقت قلبك فلأنه أنا كمان قلبي احترق. آيلا، شو اللي جابك لهون بالضبط؟ فهميني، لا تنتقمي ولا لا تبرري. فكر شوي بس ورح تعرف. كيف ما حسبت أنه بالنهاية آيلا خسرت كل شي بخصها، كل شي عن جد؟ مين بده ينتقم من مين برأيك؟ مرتك بعثت لي تبليغ لأطلع من بيتي بكل وقاحة. معناها اللي جابك لهون نعمة، مو هيك؟ مزبوط، نعمة اللي جابتني. معك حق، وبدي توقيعك، لأنه سليمان يلي بعرفه، أو بالأحرى يلي مفكرة حالي بعرفه، ما بيقبل ولا بيرضى إنه وحدة مثل مرته السابقة تقلعني من بيتي. طيب، مو مشكلة، بس تجي بعدين بنبقى بنحكي بالموضوع هاد. بعت التبليغ بالإخلاء، بس نحن بنقدر نثبت إنه تاريخ البيع كان قديم. إذا حضرتك بتوقع بس على هالورقة، أنا بهتم بالبيع والبيت بيضل لآيلة. تركني من آيلة هلأ، بعدين بنحل الموضوع. بابا لا، وقف شوي واسمعني. وقف، روق، في حكي بده يقوله. شو بده يحكي هاد؟ ليش جبته لهالندل؟ لطالعك من هون اذا بدك. راكان شو عم يقول هالواطي؟ رح ينفذ طلبك ويبيع عرفان. يعني انت بدك تطلع ويفوت عرفان؟ مو لا، لك انت يلي بيصدقك ما بيكون في عقل براسه. ليش بدك تبيعه لعرفان على اساس هو رفيع عمرك؟ إذا عم تلعب بديلك الوسخ والله العظيم لأطلع بروحك هالمرة. مزبوط، أنت صعب توثق فيني. أنت تصرفت مثل ابن البار وعملت اللي لازم تعمله، وقدمت لأبوك خدمة كبيرة. بس هلأ اسمح لنا، بدنا نحكي على انفراد شوي، ممكن؟ تفضل، عود سليمان بيك.
أنا رح أعطيك عرفان واعمل مثل ما بدك. قضية سلاح رح لبسه إياها، رح تكون عملية نظيفة، يعني ما رح يكون مطلوب منك شيء. هلأ بجوز نضطر نتصل بشخصين ثلاثة مو أكتر، بس بالمقابل بتتركني أنا والولد وما بتتعرض لنا. شو اتفقنا؟ ليش عم تبيعه لرفيق عمرك؟ ليش فجأة صار بدك تتخلص منه؟ هاي مسألة شخصية. ليش؟ بسبب عايدة، يعني لأني بحبها. عايدة؟ من أمتى بتحبها؟ من قبل عرفان. شو راح تفرجيني الحياة لسه؟ وأنا موافق. بدك تفوتوا على السجن ويعفن جوا، بس ما بدك يموت. شايف رفيق عمرك بيستاهل هالعذاب كله؟ يعني بدك تحرق له قلبه وتحرمه من راحة الموت؟ لا، القصة مو هيك أبدا، وصعب عليك كتير تفهمها. هذا الشيء بيني وبين عرفان. يعني أنت لهلأ بدك تكون حدا محبوب، معناها هاي نقطة ضعفك على طول. نقطة ضعفك مو أحسن سليمان بيك؟ بس مو هيك القصة، يعني بعد ما ننفذ الخطة عرفان رح يكرهني كتير، حتى رح يفكر يقتلني. انسى. وبخصوص المصاري تبع محمود، امتى بيكونوا جاهزين؟ انت ما عليك من قصة المصاري، ركان انت دبرهم واعطيهم لعمران. الجزء الاساسي والمهم بالعملية عندك، رح تخبر الشرطة من دون ما يشك محمود بأي شيء، وبدك تسحبه لعرفان على الفخ، عم تفهم؟ مشان عرفان اطمن، لا تاكلها، هو بيوثق فيه. ها؟ ما رح نطلع على المحكمة إلي ساعة ناطرك هون، شو القصة؟ ما تقلي إنك ما قدرت تزبطها ليك، أنا ما فيني أقعد ولا يوم واحد هون. مو هيك سليمان بيك، بس في عنا مشكلة تانية. خير؟ هاي مو مشكلة، هاي بلا. معكن دقيقتين، بعدين رح تيجي السيارة ونطلع على المحكمة. شكلك ما قدرتي تتحملي غيابي، كنتي ما تعذبي حالك، رح أطلع اليوم. لا أطلع مو بهالسهولة، إذا ما قبلت بشروطي رح أضل أقل شي 15 سنة هون. لا تعصبيني وقولي شو بدك. لا اوعى تعصب، وضعك بخوف لأنه عندك ضغط وتضيق شرايين وسكر، حتى مبين كبران شي 20 سنة. شو القصة؟ عشيقتك ما جابت لك تياب نظيفة وما اهتمت فيك؟ قليلي شو بدك وخلصيني؟ كل شي، وهذا العقد قدامك، إذا بتمضي عليه بتكون وافقت على كل شروطي، وبتكون نقلت كل شي بتملكه على اسمي، وقتها بس فيك تطلع من السجن. ما تلعبي معي يا نعمات. أما إذا ما مضيت قلوا للنائب العام كل المعلومات اللي بعرفها سليمان، ووقتها بحياتك ما بتطلع من هون. ما فيك تعمليها. لكان جربني وشوف إذا بقدر أو لا. أنا ما عاد عندي شيء أخسره بقى. مين لسه بده ينطر حدا مثلك يا سليمان؟ اللي مين؟ ها
سليمان بيك اجت السيارة. مثل ما بدك. أكيد إنه رح رجع هالشي كله وآخذ حقوقي منك يا نعمة خانم والأيام بيناتنا. بعد ما خسرت كل المال والملك يا سليمان ما بقى تحلم تشوفني ولا تقرب مني، لأنك رح تكون رجعت لأصلك وما عاد فيك ترفع مناخيرك. شو اللي مكتوب بالعقد؟ مو مشكلة. أنا بقول لك شو اللي مكتوب فيه. سليمان بيك خسر أملاكه وأمواله هلا ورجع على الحديدة. بالتوفيق. مو منيح هالحكي يا بيك. لا اطلع من هون بس وبعدها بلاقي حل كل شيء. ما تقلق، مو مشكلة يا نعمت. ايلا حبيبتي، ايلا حبيبتي. سليمان هيلا، ليش نايمة هون؟ شو صاير معك؟ سليمان شو اللي صار؟ انت كيف طلعت؟ شو بدك فيني هلا كيف طلعت؟ المهم اني طلعت. لا عن جد قلي شلون؟ والله اللي بيشوفك هيك بيفكرك زعلانة لاني طلعت. لا مو هيك، بس تفاجأت. عرفان انسجن وانت طلعت؟ عرفان ما عاد موجود خلاص، ولا نعمت. هلا ما ضل غيرنا نحن الاثنين. لا هيك نامي وارتاحي وشدي حيلك. ما بقى بدي شوفك بهالحالة مرة تانية. المسا بشوفك. ماشي. ايه عمران ساعدني وعرفان انسجن بتهمة تهريب الأسلحة. ضل عنا مشكلة بموضوع السيولة بس أنا ممكن حلها. طبعا هذا كل شيء. عمران بلغ عنه ما هيك؟ بهي الدنيا أصعب ورطة ما تميزي بنوب وما تعرفي مين هو عدوك ومين هو صديقك. لا سليمان، ايلا لا تهربي مني. قولي شو بدك بوضوح. انت مانك حابه نتزوج؟ ما بتوقع انك حابب تسمع جوابي. قولي. لا انا مو حابه نتزوج يا سليمان. ايه مو مشكلة، اكيد ما رح حط مسدس براسك واجبرك تمضي على عقد زواج مني. واذا مو حابة تبقي فيكي تمشي. ليكو الباب، انا ما رح اجبرك تعملي شي بالقوة يا ايلا، بس خلينا نتفق اليوم انت ارتاحي وفكري، بس فكري منيح وبكرة منحكي بالموضوع. ماشي حبيبتي؟ بلا ما نعلق بالزحمة ونتأخر. منلحق يا بيك، اطمن. أوزقان بيضل الساعة 12. معلم
قلتك بيعطينا ولا نشوف واحد مضمون أكتر؟ بيعطينا إن شاء الله إذا ما صار مشكلة طبعا. إن شاء الله معلم. سليمان والله العظيم كنت متوقع انك تعمل هيك، قلت لحالي بده يروح ركض لعند اوزجان مشان يشحد منه مصاري. نعمات شو خبصتي كمان؟ والله ولا شيء، بس حكيت مع اوزجان ومع كم حدا من معارفنا وخبرتهم عن وضعك وشو اللي صار معك. شو خبرتيهم؟ انه ساروتك ما ضل منا شيء، وانه ما ضل معك قرش واحد، واكيد رح تطلب منهم دين، بس ما رح تقدر ولا بمية سنة تسد هيك ديون. بس هيك قلت لهم حتى أكتر شوي، يمكن زودتها وحكيت معهم بشوية مواضيع خاصة. حتى تخيل الكل صار يسأل هلأ إمتى عشيقته لسليمان بيك بدها تتركه، وحتى كانوا عم يتشارطوا مين اللي رح يربح. ما فات الأوان وكل واحد خاين رح ياخد حسابه. ليش؟ يعني أنت ما قدرت تخبر عشيقتك إنه ما ضل معك ولا قرش من ساروتها؟ لا ها. مو مشكلة حكي هلأ وكتري، لسه رح تبكي دم يا نعمات. يا بنتي في بيناتنا موعد، عم قلك كيف يعني مانو بمكتبه؟ أوزجان بيك اضطر يطلع بسرعة، في عنده شغل. مو مشكلة يا ندل. شو رأيك اتصل بحلمي بيك؟ بركي بيطلع بإيده شي. ولا كلب رح يفيدنا بقرش، لأنه نعمة سبقتنا وخبرت الكل. طيب منبيع البيت ومنحل موضوع الشحنة. ما ضل غيره أصلا، وما فيني طالع آيلة منه. وينه هذا الواطي عمران؟ روح خلينا نشوفه. أمرك. نحن في بيننا اتفاق، وأنا اللي طلعتك من السجن. أي اتفاق لك؟ أنا إمتى قلت لكم رح سامحكم المصرياتي؟ كل شيء لحال، فهمان؟ رح رجع لك المصاري، المصاري مو مشكلة. يعني برجعهم أكيد، ما أنا مشكلة، بس بدي تجاوبني على السؤال قبل. معقول هيك صار سليمان بيك؟ عم يدور على شوية قروش يا دوب يطلعوا مصروف سهرة؟ وانت شو دخلك إذا قروش ولا لا؟ ها؟ بدك ياني أخذ إذن منك إذا بدي رجع مصرياتي كمان؟ استغفر الله، سليمان بيك طمن، مصرياتك جاهزين. بس برأيك لشو نذبح دجاجة عم تبيض ذهب؟ منطقة الشي؟ هلأ أنا فيني أعطيك المصاري، بس إذا سمحت لي أعرض عليك صفقة. اسمعني منيح يا عمران محتال، والله العظيم إذا بتكون عم تلعب بيدي لك هالمرة. عم بقول لك ذهب بشوية رواق وشوية معارف، الدجاجة تبعنا بتبيض ذهب. بس اسمح لي اشرح قصدي وفهمك كيف. ماشي تفضل. باختصار نحن فينا نتساعد. هي الوثائق ترك عرفان، وإذا عملنا عملية بسيطة وصغيرة فورا رح تصير كل الأسهم باسم حضرتك، وبعد ما نخلص بتصير أنت الشريك هون. ولك؟ لسه ما جنيت لدرجة إني أوثق فيك وأعملك شريك يا عمران. طبعاً فيك تقول شو ما بدك، بس أنا ما عندي حل تاني غير إني أوثق بحالي. أنا مو مثل قبل. ليش؟ شو اللي تغير؟ لازم أوثق بحالي لأنه في عندي ولد. حلوين هدول جماعتهم إليك.
سليمان، أنا فكرت وقررت اليوم. بعرف طلعت الدوري على شغل، عم تفكري كيف بدك تطالعي مصاري وكيف بدك تبقي عايشة، صح ولا أنا غلطان؟ اليوم رحت وزرت قبر أبوك وأمك، ومن هنيك جبت لك هدول. بصراحة لاحظت إنك ولا مرة رحتي لهنيك، لا بذكرى وفاتهم ولا بأي مناسبة. بصراحة أنا نسيت وين مدفونين. سليمان، أنت كيف لقيتهم؟ رحت زرتهم، قبورهم مهجورة، والورود شوفت عينك مثل كأنه ما في إلن حدا بالدنيا. آيلا، يلي بدي أقوله إنك بنت يتيمة، ويلي بتعتبري أخوكي تخلى عنك من زمان وما عاد سأل، وحتى الصديق الوحيد يلي عندك عمران، شو بدي أحكي عنه لأحكي؟ سليمان، ما في داعي تذكرني فيهم، لأني قلت لك ما بدي أتزوجك، مو حلوة، وأنا بعرفهم. شكراً. ايه مزبوط، بس لازم تقدري تفرقي منيح بين المعرفة والفهم آيلا. يعني مثلاً الرجال يلي حبيتيه عرفان، ما قوص ولا رصاصة واحدة كرمالك، وحتى ما حاول انه يعمل شي، ما حارب ولا خاطر كرمالك. هذا ما اسمه حب لعلمك، ومع انه ما إلك حدا مستعدة تتحدي العالم وتواجهي. المهم ما تتنازلي، ورفضك إلي أكبر مثال على هالشي. تعرفي إني موت بهالشي فيكي وبعشقه، موت بالنار يلي بتكون عم تقدح من جوا عيونك. بوعدك إنه أحميكي وأحبك وكون الدواء لجروحك وعوضك عن كل شي خسرتي بالدنيا. صدقيني أيلا، رح كون حبيبك وأبوك الحنون وصديقك الوفي وأخوك يلي بيخاف عليكي. أيلا، أنا اليوم عم بكتب لك قلبي باسمك. إذا بدك تقدري تزرعي فيه الورد يلي بتحبيه، وإذا بدك فيك تتركي صحرا وتروحي، بس إذا اخترتي تبقي معي بدك تكوني إلي لوحدي وبس. وقتها رح أفرش لك الأرض حرير وعبيها عود وعنبر، وقلبي إلك لآخر العمر. مرحبا يا عمران بيك. سليمان بيك، واضح انك مستعجل كتير لحتى تاخذ مكان شريكك القديم بالشركة. لا والله، بس كنت عم جهز المكتب مشان حضرتك، بس اذا بتحب فيك تاخذ مكتب ايلا خانو، مجهز لك يا ايلا. طلعت من الموضوع وما في داعي للمكتب. عفوا، رح نتزوج. الف مبروك. الف مبروك. شو هالسرعة سليمان بيك؟ طلعت من السجن وأسست شركة فوراً، وهلأ بدك تتجوز؟ برافو. في كتير أمور بدها احتفال، ولا هيك رح ساوي عرس مطنطن يحكوا فيه الناس لفترة طويلة. ليك خود هاي، كأنه نسيتها. لا، هاي تحديداً مو نسيانة، أنا خليتها قصداً، رح أخذها من هون. شكراً لك. أنا قلت لك
وقت تشاركنا لازم أوثق بحالي لأنه في عندي ولد. مو هاي صورة ابنه لرفياك عرفان يلي كان مريض وضحى بكل شيء كرماله؟ لا مو مزبوط، الحقيقة غير هيك. ريان بيكون ابني. ولك عرفان كان مستعد يموت كرمال هالولد وبالآخر طلع ابنه. عرفان سايقون عندك الزيارة. يعطيكم العافية شباب. أهلا وسهلا، تفضلي. سلام مسعود، شو عم بتساوي هون؟ ممكن افهم؟ آيلا خانم بعتذر منك، معجوقين كتير اليوم، يا ريت تتصلي فينا وتاخدي موعد قبل بوقت. بفهم إنه ما رح تستقبلني. لا تفهميني غلط، بس أدري ظرفي، يعني شوفت عينك انحرجت، بعتذر. آه مسعود، ليه؟ هاي جبت لك ياها. شكرا لك. شو هاد؟ تعال عندي، تعال خليني شوف هاي شو بدها. جايبت لنا بطاقة عرسة، هي وسليمان بيك رح يتجوزوا. شفت كيف الأمور هلأ بخواتيمها؟ أنت حطيت عينك على كل شي بخصني، مصرياتي والمرا يلي بحبها، الشركات يلي عندي وحريتي وسمعتي. بس شوف شو يلي صار بالآخر، أنا هون وأنت وصلت للقاع وما عاد بعمرك تطلع. أنت قدرت تطلع من هون بألعابك الوسخة ومصاريك كلهم حرام، وهني نفسهم السبب اللي عم يخلوا هاي المرة تضل واقفة جنبك. الموضوع ما له علاقة بالمصاري. أنا قلت لآيلا الباب مفتوح، فيك تروحي وتتركيني ومو مضطرة إنك تتزوجيني، وهي أصرت على هالشي. وطبعا هالشي صار من دون ضغط أو تهديد، صدقا هي اختارتني. مو أنت، هي اختارت مصرياتك وانت ما عندك مشكلة بهالشي. بعترف انه المصاري شكلت جزء من شخصيتي، بس انا لاني سليمانيا وانجي كونت امبراطوريتي، مو السروية اللي كونت سليمانيا بروفيسور. ولانك عرفان سايقون وصلت لهون، رح يجي يوم واطلع على اكيد، ورح يجي يوم وتتدمر امبراطوريتك يا سليمان. آخ يا بروفيسور، آخ، أنت بحياتك ما رح تطلع من السجن يا بروفيسور. بشو متأمل؟ إنه محمود يعترف مثلاً ويقول له إنه ما باع الأسلحة إلك وإنه هو باعني إياهم لإلي؟ محمود بيعرف كتير منيح إنه ليعيش لازم يضل ساكت، وأنت إذا كنت عاقل تسكت أو رح تقتلني. أنا لو بدي أقتلك كنت ساويتها من وقت طويل، وحتى شريكك المحتال عمران مفكر أني ما قتلتك لحد هلأ لأني وعدته بهالشي ومارق عليه، بس الحقيقة غير هيك. أنا ما قتلتك لحد هلأ لأنه الموت بهالحالة بيريحك وبينقصك،
أما إذا بقيت بالسجن كل ما وصلك خبر جديد عن نجاحي وقديش عم تزيد ثروتي ونفوذي وهيبتي كل يوم وكيف مبسوط بزواجي وعايش بالطول وبالعرض رح تتمنى الموت، وهذا يلي رح يشفي غليلي. بوعدك يا سليمان إنه هالشي ما رح يصير، وبكرة بتشوف. لك حتى ابنك الوحيد ويلي كرست كل حياتك من شانه ومن شان مستقبله وكنت مستعد تفدي بروحك، بكرة رح يقول لعدوك ولصديقك القديم بابا بدالك، ومع الوقت رح تختفي من ذاكرته بالتدريج، وبعدين بتمحي من ذاكرته للأبد. ما ضل عندك شي بيستاهل انه تضحي بحياتك كرماله، حتى وحيدك خسرته. انت لحد هلا ما دفعت ثمن عمايلك يا سليمان، انا بوعدك رح تدفعهم ورح حاسبك على كل شي عملته، شغله ورا التانية، وبكره بتشوف. الايام بيناتنا يا بروفيسور، منشوف مين رح يربح. يسلموا ايديك، شكرا. اهلا وسهلا فيكم. كانه شال حلقاتي. بس مو مشانك، وانا اجيت معك كرمال ليا. بدي روح شوف السفن. شوي شوي. عيلة خانم، الكل ناطرك. منظر بياخد العقل بصراحة. كل شي مر بحياتي كان بشع كتير، بس بالمقابل في شغلتين حلوين. الأولى قدامك، البحر، ولا أحلى من هيك. أما الثانية فأنتي، رغم كل شي ساويتي وعملتي فيني، ومع انك سكرتي البواب بوشي وصرختي وعصبتي علي، بس انت بتضلي احلى شي صار بحياتي. تعودت عليكي وعلى عنادك، يعني صحيح عم تتصرفي معي باسلوب بشع كتير، بس كله بيتغير، وبرأيي نفتح صفحة جديدة ونطلع نتعشى مع بعض. عن جد؟ لوين رايحة هاي السفينة؟ توصل بضاعة. هاي سفينة شحن وبتنقل بضاعة للمواني. مرة ركبت أنا وبابا فيها. مو بسفينة شحن، وقت ركبنا بباخرة صغيرة. كان مشوار حلو كتير، تفرجنا على الجبل والفيلات، وكمان شفنا السور. بتتذكر مو؟ بتذكر نكب الحليب عتيابي وصرت أبكي. مو حليب يا روحي، كنت عم تشرب سحلة. وقت أبوك شلح كنستة وعطاك إياها، بس كانت كبيرة عليك وكماما طلعوا طوال. إيه كنت بضحك. صح. خوفتني كتير يا ولد. أنا شبح وجاي أكلك. يا روحي. المفروض كون أنا يلي عشت هالرحلة مع ابني. لازم نعوض كل هالذكريات الحلوة.
حبيبي، شو رأيك بهديك السفينة؟ ليك قديش سريعة؟ أنا رايحة شوي وبرجع لكم. تفضلي. عفوا ما تفاصلي عادي ولا عليك شيء. مو وقتك هلا، في شيء أهم. كنت عم بقول لحالي نطلع أنا وأنت وأمك بهديك السفينة ونخليها ياخدنا مشوار حلو وين ما بدك، شو رأيك؟ السفينة اللي ركبت فيها مع بابا أحلى. إذا ما بدك نتعشى خلينا نفطر مع بعض. رح أخذك على مكان بياخد العقل، لسه هالمنظر ولا شيء قدامه، بكرة بتشوفي. مو لحتى أقبل بالأول. يا روحي وين رايح لحالك؟ ريان ابني، ماما شوفي حبيبي انت شو عم تعمل؟ ممكن تقلي هداك الزلمة هون؟ أي زلمة؟ اللي واقف هنيك. ناوي تفضح حالك بهالسرعة يعني؟ هذا الواطي جنب ابني. ايه شو بدك تعمل؟ ما رح يصير شيء. انت شو مشكلتك؟ شو عم تحاول تعمل؟ ليكون بدك تخرب العرس عرفان؟ لا اكيد ما رح اعمل هيك، بهمني ابني وبس. لا تتصرف في تحور، استنى الوقت المناسب، ما بدنا مشاكل بوجود الناس. بعدين انت عطيتني وعد، ما بيصير تخلف في وعدك إلي. ابنك بترجع بتشوفه، بس هلا اصحك تعمل شيء لو سمحت. ما توقعت تجي، طالعة كتير حلوة. شكراً، كلك لطف. عائلة خانم عزمتني فقلت ما حلوة إني ما أجي. كيف صار أبوكي؟ بابا؟ منيح، منيح كتير. وكنت مشغولة فيه، ما صح لي أحكي معك، لا تواخذني. ولا يهمك، وأنا كنت مشغول. أعزائي الحضور، بس من هلأ ورايح لازم صير شوفك، وما تقلي لي عندي شغل، زبطي أمورك مشان نلتقي دائما. أصلاً ما في شغل ابنه، يعني إذا ما وظفتوا حدا مكاني فأنا مستعدة. طمني أنت مكانك محفوظ، فيكي تجيبكم وأبدي شغل فوراً. من عيد السؤال، بتقبلي بالسيد سليمان يا وانجي أنه يكون زوج إليك؟ Thank you.
العروس على قد مو طالعة حلوة على قد مو متوترة. حبيبتي بقبل. السيد سليمان يا ونجي، بتقبل أيلا يوجي داغ إنها تكون زوجة إلك؟ أكيد. إن شاء الله، ألف مبروك. أنا مو مبسوط وهداك الزلمة هون. طيب ماشي شوي ومنروح على البيت. أي حبيبي ريان، فينا نروح على البيت إمتى ما بدك. ماشي، بس بالأول بدي أقول لك شي. هذا اللي مخوفك بتعرف شو اسمه؟ اسمه يا روحي أنت راكان. أنا بعرفه، لهيك ما في داعي تخاف منه. هو ما في يعمل لك أي شيء، لأنه بيعرف إذا زعلك أنا رح ضل أضربه لحتى يموت. ما في داعي إنه نمد إيدنا عليه. إذا عمل لك شيء الشرطة بياخده، تمام؟ ما هيك؟ بس هو معه سلاح. ونحن في معنا؟ إذا معه يعني؟ وإذا بفكر يقرب منك أنا رح شيل عيونه حبيبي. يلا خلينا نروح. هلا عمو عمران بيوصلنا، هو معه سلاح وبيحمينا. طبعا طبعا، بس بدهم يجيبوا الجاتو. خلينا ناكل الاول. ألف ألف مبروك. ناكل الجاتو قبل. لازم نبارك لهم قبل ما نروح، مو حلو بعدين بيزعلوا مني. كأنه العروس وشها خير عليك، لأنه المناقصة تبعكم الظاهر مشي حالة. نوزت، أنت بتعرف وضعي وبعدين لازمني مصاري، يعني لا يغرك العرس والقصص كلها. تكرم، حط إيديك ورجليك بمي باردة. إيه والله ما قصرت. عروستنا الحلوة من هلأ ورايح راح يصير بيننا زيارات عائلية. بتمنى والله، بس ما بدي حطك بموقف محرج. نعمة خانم بتكون مديرة الجمعية يلي حضرتك عضوة ايه فيه. صح. إذا مو غلطانة. طيب نشوفكم لكان. أكيد نشوفك مرة ثانية. شكرا. امشي مبارك لهم. ألف مبروك. ألف مبروك يا بيك. شكرا كتير عمران. أنا حكيت مع نوزت موضوع المناقصة والوضع تمام. المكتوب ما منه مهروب أكيد، وأنتوا مكتوبين لبعض كمان. أنت وعمران لابقين لبعض يا عايدة، اثنيناتكم خونة ومو فارق معكم شي. برافو. ما بعرف إذا لازم أكون مبسوطة لأنه عرفان بالسجن وما نهون، بس منيح ما شاف هاليوم. معك حق. ما في مشكلة. مبروك. تتهنوا. بالإذن. شكرا. انتي شو عم تعملي هون؟ ولو انتو عزمتوني على العرس وما لقيت حلوة ما اجي وبارك. ما حدا عزمك ومونا اصلا فضايح، فاقصري الشر وروحي من هون. مين اصل الفضايح، انا ولا انت؟ ما بكفي حطيت حبيب عشيقتك بالسجن؟ لا، وطلعت تركت تزوجتها كمان. بس روق روق وطول لي بالك، بس تموت من الجوع انت وعشيقتك. وقتها رح تعرف قيمة نعمت وتعرف بأي جهنم عم بتعيش. نعمت ايش؟ تعي 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 يا بنت، تعي تتهني. هاي ربع ليرة ذهب بحالها، بتستاهلي. منشان وقت تحتاجي مصاري تروحي وتبيعيها. أمي يلا. شو جابك لهون؟ ما لازم تكون معهم، كنت لازم تكون جنبي. بس يا عيب الشوم. خد هدي أعصابك كرمالي. مين عزم؟ ما بعرف، وأنا مستحيل فكر أعزمه. وشو جابه لهون سليمان؟ شو بعرفني أنا؟
خلص اهدي روقي. ريان حبيبي شوي تاني بيجي الجاتو ماشي؟ بابا؟ إجا يلا تاتا. بشو محشي هاد؟ محشي بالتوت. ما بحب القاطو بالتوت، خلونا نروح على البيت. طيب خلونا نروح، أنا رح وصلكن، لا تاكلوا هم، اتفقنا؟ تعرف شو؟ إذا بدك هلأ بنشتري القاطو اللي بتحبه ونحن راجعين، منيح هيك؟